السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي قناة تعلم لتحترف أينما كنت في الوطن العربي الكبير، رحبوا بك في هذا الفيديو الجديد. فيديو اليوم بإذن الله تعالى سوف يكون موضوعه موجه لأصحاب القنوات على اليوتيوب وخصوصا منشئي المحتوى، حيث أنه من خلاله سوف أنبهك باقتراب مجموعة من الأحداث وأيضا المؤتمرات التي تنظمها اليوتيوب سواء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث أنه تم الإعلان اليوم على برنامج المؤتمرات التي سوف يتم تنظيمها خلال شهر مارس المقبل، وسوف تتعرف عليها الآن معي من خلال هذا الفيديو، وأيضا سوف تتعرف عن الشروط التي يجب أن تتوفر في قناتك لكي تكون مؤهلا لحضور هذه المؤتمرات. إذن فلكي تقوم بالتسجيل في هذا أو في هذه المؤتمرات يجب عليك أولا أن تدخل للرابط الذي سوف أضعه لك أسفل هذا الفيديو، فبعد الدخول إليه ستتوجه لهذه الواجهة كما تشاهد هنا فعالية اليوتيوب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فبعد النزول هنا إلى هذا المكان سوف تجد الشروط التي يجب أن تكون في قناتك لكي يتم قبولها ضمن القنوات المشاركة في هذه المؤتمرات. أول شيء يجب أن تسجل بالإيميل الذي تفتح به قناتك، يعني لا تضع إيميل آخر غير الإيميل الذي تفتح به قناتك على اليوتيوب. أمر آخر بطبيعة الحال وهو أنه يجب أن يكون عدد المشتركين في قناتك بين 1000 مشترك إلى 50,000 مشترك، ثم يجب بطبيعة الحال أن يبلغ سنك 18 سنة فما فوق. كذلك التسجيل هنا يقولون بأنه لا يضمن إمكانية الحضور، يعني هناك في بعض المؤتمرات مقاعد محدودة وبالتالي لا يمكن أن يتم استدعاء الجميع، وبالتالي يعني التسجيل كما يكتبون هنا لا يضمن إمكانية حضور الجميع. هنا تأكد أن الحدث مقام ببلدك قبل أن تتسجل، بطبيعة الحال يجب أن يكون في البلد الذي تقطن فيه، ثم للتسجيل يجب وضع علامة أمام كل حدث. فبالنسبة للأحداث المنظمة خلال الشهر المارس كما قلت، وأهمها بطبيعة الحال الحدث الذي سيتم يعني تنظيمه في المملكة العربية السعودية وهو مؤتمر لمنشئي المحتوى، والهدف من هذا المؤتمر وهو لقاء يعني الناس اللي يشتغلون على في اليوتيوب سواء من الشرق الأوسط شمال إفريقيا للتعارف وتبادل بطبيعة الحال المعلومات، وأيضا يعني لتطوير المحتوى العربي، وهذا أهم شيء في هذه المؤتمرات التي تقوم اليوتيوب بتنظيمها. هناك أيضا بعض المؤتمرات التي يمكنك أن تحضر إليها فقط من اليوتيوب، يعني تشاهد البث المباشر كهذا المؤتمر على سبيل المثال، أو هم يعني ثلاث مؤتمرات كل واحد يعني بموضوع مختلف عن الأول. بالنسبة للمؤتمر الأول سيكون عبارة عن بث مباشر كما تشاهدون، وهو هدفه التعرف أو التعريف بآخر منتجات اليوتيوب وأيضا التحديثات الأخيرة، وهذا من أهم المؤتمرات التي يجب الحضور إليها أو البث المباشر الذي يجب يعني فعلا الحضور إليه، لأن هناك عدد كبير من الأسئلة التي أصبحنا نطرحها بعد التحديثات المتكررة لليوتيوب، وبالتالي فهذا يعتبر من بين الأحداث التي يجب الحضور لها. كذلك نفس الشيء هنا كذلك عبارة عن بث مباشر للتعرف عن هذه الشخصية فيصل السيف الذي يقوم بفيديوهات أيضا على اليوتيوب، ولديه قناة أزيد من 900 ألف مشترك. كذلك هنا أيضا بث مباشر شرح كيفية زيادة جمهورك باستعمال أدوات الترجمة الخاصة باليوتيوب، فستكون دورة أيضا بث مباشر على اليوتيوب فهي متاحة للجميع. كذلك هناك حدث سينظم في المغرب في 25 من مارس المقبل، وهو سيقام بالدار البيضاء، وهو الهدف منه أساسا هو لقاء منشئي المحتوى وتبادل الخبرات، وكما يقولون هنا فإن الناس الذين يشتغلون في اليوتيوب
بإمكانهم يعني تبادل الخبرات من أجل تطوير المحتوى في خصوصا في المغرب بطبيعة الحال، بما أنه ينظم في المملكة المغربية وسيحضره عدد من سفراء اليوتيوب في المغرب. أيضا هناك حدث آخر سينظم تقريبا في اليوم الموالي أو في نفس اليوم، هو أيضا حدث سيحضر فيه مجموعة من الناس ليشتغلون في اليوتيوب لتبادل بطبيعة الحال الخبرات والمعارف. لكن بالنسبة للحدث السابق فهناك يعني كما يقولون هنا ورش عمل مكون من 20 إلى 30 منشئ محتوى، بالتالي فستكون نسبيا يعني المقاعد محدودة ليس كاللقاء الثاني. على كل حال فإن كنت مهتم بأي حدث من هذه الأحداث التي سيتم تنظيمها في الشهر المقبل فبإمكانك وضع التأشيرة أمام الأحداث التي يعني مهتم بها ومهتم لحضورها، فيعني بعد أن تقوم بالتأشيرة عليها بهذا الشكل تقوم بإدخال اسمك هنا واسمك العائد ثم البريد الإلكتروني ورابط قناتك وتوافق بطبيعة الحال هنا عن الرسالة أو الرسائل الإلكترونية ثم تقوم بالتسجيل هنا، وفور اقتراب أي حدث من هذه الأحداث ستتوصل بإشعار إلى بريدك الإلكتروني بطبيعة الحال. إذن هذا كل ما في فيديو اليوم، أتمنى أن يكون قد نال إعجابك، وإن كان الأمر كذلك لا تبخل علي بالنقر على زر لايك، وأيضا إن كنت تزور القناة لأول مرة أدعوك لزيارتها فهناك عدد كبير من الفيديوهات التي ستنال إعجابك بإذن الله تعالى، ولا تنسى الضغط على زر الاشتراك ثم تفعيل زر الجرس لكي تتوصل بالجديد الدائم بإذن الله تعالى. إلى اللقاء.